السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستبع في كل تحية إليكم أينما كنتم. يا أخوانا جبتكم الأشهر مكان يبيع الحلويات هنا في مدينة سيانتر سومطرة الشمالية، حلويات شعبية أندونيسية عليها إقبال كبير. شوفوا ما شاء الله في حلويات، المحل زحمة ما شاء الله تبارك الله. دي كل حلويات. يا ساك الو بكبر، شوفوا يا اخوانا معه اشكال من الخبز، كيك، حلويات بصفة عامة. المحل هذا مشهور جدا في مدينة سيانتر يا اخوان. روتي والخبز، روتي مانيس يعني خبز مسكر. زحمة ما شاء الله. هذا هو الخبز الاندونيسي يا اخوانا، انواع واشكال، خبز فريش طازج تتم صناعته هنا في هذا المحل ويباع مباشرة من الزحمة. هنا تتم صناعة الخبز يا اخوان امام عين الزباين. اوكي يا اخوان، كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعطونا لايك، اشتركوا في القناه، قابلوا فيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.